بالنسبة للإخوان اللي كي يعني اللي كي حضروا معنا لأول مرة لقاءات رسمية على البروسيسوس ديال لا فونداسيون الانانية، يعني ملي تأسست الآن كيفاش تطورت، كيفاش تطور نظام الحكمة ديالها، كيفاش تطورت الشراكة ديالها مع الاتحاد الأوروبي، شنا هي الوضعية القانونية ديالها، وأشنا هو الوضعية القانونية ديال الشبكات الوطنية اللي تابعة للمؤسسة. مؤسسة الانانية تأسست سنة 2003 بمبادرة من رومان عقودي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي آنذاك، وكان السياق اللي تأسست فيه المؤسسة هو لا جيستيون ديالو بالكالكتور، يعني تدبير الحوار ما بين الثقافات. كان كيخصو مؤسسة رسمية اللي هي اللي تلعب هذا الدور، فتم اقتراح بناء المؤسسة ولا تأسيس هذه المؤسسة هي اللي تلعب هذا الدور هذا باسم ديال الدول المنضوية تحت إطار الشراكة الأمم المتوسطية المنبثقة عن إعلان برشلونة سنة 1995. التنمية المستدامة 13، العمل التطوعي 22، النوع الاجتماعي 24، أوتخ هي 5، وهاد أوتخ هي اللي كتكون ملتي ديسيبلينا. الأهداف قدامنا نطلع بس عصام من فوق، الأهداف ديال الشبكة. إذا الشبكة الوطنية تهدف إلى تنمية الشراكة الأورو متوسطية على المستوى الوطني والدولي، والإشعاع ديال الأنشطة ديال الجمعيات. الشبكة كتتيح لأي عضو يعني كجمعية أنها تنشر الأنشطة ديالها في هذه المجلة هذه، وهذه المجلة هي تريمستريال اللي كتخرج شهر. اللي أساسي فيها هو جوج الحوايج، أن المقدم اللي بغى يحط يعني النشاط ديالو يكفي انه يرسل السي وديع في الايميل ديالو صوره ديال النشاط، وباراغراف ما تتعداش واحد 500 حتى 600 ديال الحروف. مجموعه ديال الوثائق اللي فيها الجواب على بزاف ديال الاسئله ولا بزاف ديال النقاط اللي تم طرحها في النقاش. عندنا لاشارت داديزيون، لاشارت راه فيها الالتزامات وفيها الحقوق ديال الانضواء في الشبكة. كاين لو مانيوال دو بروسيدور كيحدد الشروط حتى هو، ويحدد يعني شكون حنا وشنا هي الشبكة وشنا هي العلاقة يعني التفاعلية ما بين أعضائها إلى آخره. المهم أنا درت مجموعة من النقاط، واحد النقطة هي ديال التطور، لأنه في إطار آخر اشتغلنا عليه 06/18 القانون الجديد. المهم ديال التطور التلقائي والتعاقدي مهم هذا النقاش، مزيان ان بارطاجي المعلومه. حنا كمنسقين في هذا المجال ديال التطور التعاقدي، يعني كنا درنا واحد المجموعه من اللقاءات في هذا المجال، يعني التطور التعاقدي والتلقائي هذا موضوع اخر. انا بالنسبه لي اطار المناقشه، اكيد انا بعدا كنشكر المؤسسه الاناليب اللي جمعتنا. اكيد اننا كيف ما قال كاين مجموعه من الدول اللي ما كيديروش حتى لقاء، الحمد لله هذه فرصه اننا نتلاقاو ونتبادلوا المعارف ديالنا. اولا الملاحظه الاولى من حيث الشكل، وهذا لا ينتقص من العمل لا للرئاسه ولا من العمل للجنه، لان ما يهم الشبكه يهمنا باعتبار اننا كجمعيه ننتمي الى الشبكه منذ سنوات. اولا من حيث برنامج عمل اللقاء، كاينه مساله ديال التقرير التمهيدي، كاينه مساله اخرى عرض نتائج اللقاءات الجهويه للشبكه. حبذا لو تم تقاسم هذه التقارير يعني ورقيه على مستوى كل جهه، يكون محدد فيها يعني مكان انجاز الانشطه والبرامج والمتدخلين، شكون عندنا واحد الارضيه خصبه باش ممكن نرجعوا ليها في اخر المطاف، يعني كباز دو دوني. اللي يعجبني انا هو التركيز على عمليه التواصل والاحساس والاعتراف باننا في حاجه الى مزيد من التواصل والتطور. انا كنقترح في هذا الباب انه الاخ هضر على جريده، ويمكن نهضروا ونتذكروا على تسميتها ونتذكروا على الطريقه ديال المساهمه فيها، خصوصا لا بالنسبه للتحاليل ولا بالنسبه للانشطه. كل واحد في هذه الجمعيه المنخرطه في هذه الشبكه دارت بروبوزيسيون ديال نشاط او جوج في العام، وحطات واحد لو ديلاي قبل سيت ان بلون بروفيزوار. سا سكا بوغ نو واحد لوكازيون باش نشوفو لي زوطخ شنو كيديرو،
وغادي تكون انكونكورونس، يعني حتى الناس اللي ما بروبوزاش او ما حطوش اون بروبوزيسيون غادي تبان الخانه ديالهم، وحتى الناس اللي باغيين يشاركوا في شي بروبوزيسيون غادي تكون فاسيل. هذا دون لو كاد ديال استاذ التنافسيه لا كونكورونس انتر لي اسوسياسيون. بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه، ما تكلمتوش على الدبلوماسيه الموازيه اللي خاص انا لين هي الاولى غتقوم بها، لان احنا كشبكه وكويسكو عندنا علاقات مع 42 دوله، احنا خاصنا نخدموا اغلب الضغط على الدبلوماسيه الموازيه في اطار الحياه اللي كنشوفوه حاليا في العالم. بالنسبه لنا احنا كمرصد الشراكه لدى واحد، غنديروا واحد الندوه اللي غتكون ندوه نسميوها عالمية، لأن يعني راح يحضروا منها الناس من برا، محور حول العدالة الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وهو 20 فبراير. وهذا الموضوع المحاور ديالو كتكون ثلاثة محاور. أولا تثمين آليات أو الفرص اللي قامت بها المملكة في إطار العدالة الاجتماعية وعلى أساسها المساواة، لأن راكم عارفين المغرب يشارك بزاف في المساواة وإن شاء الله غادي يمشي. كذلك كتهضر على التعريف على العدالة الاجتماعية. هذه واحد النقاط راه ربما رسمت المركزية الورقة التقنية والبروغرام. احنا اليوم كنتواجدوا في مدينة أسفي وكنعقدوا اللقاء الوطني السنوي ديال الشبكة المغربية المخصصة للتنانين. الدورة ديال هذه السنة هذه كتميز بأنها كيحضروا فيها ممثلين فيها جميع جهات المملكة بما فيها الجهات ديال الصحراء المغربية. الموضوع العام ديال هذا الملتقى هو تقييم العمل ديال الشبكة ومجال التدخل ديالها وطنيا ودوليا خلال هذه المرحلة السابقة، وأيضا بلورة بعض التصورات وتقاسم التجارب الناجحة فيما يخص مجالات اشتغال الشبكة اللي الركيزة ديالها هي الحوار ما بين الثقافات. السلام عليكم، معكم مباركة أوهاب المنسق الجهوي للشبكة المغربية لمؤسسة أنالين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. السياق ديال اليوم هو كان طرح مجموعة من الوثائق أساسية وكذلك التعريف بالرؤية الجديدة لمؤسسة أنالين اللي تكونت من مجموعة ديال النقاط أو مجموعة ديال المواضيع، من بينهم التعريف بالخطط الجديدة أو خطط العمل للشبكة المغربية المؤسسة وكذلك المؤسسة ديال أناليد. تم خلالها أيضا تقديم مجموعة ديال المشاريع، تم كذلك تحديد مجموعة ديال النقاط المنهجية للعمل ديال الشبكة وكذلك العمل ديال المؤسسة من جهة أخرى، واللي كانت هي تعبئة كبرى في إطار هذا اللقاء الوطني اللي جمع مجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني من أقصى المملكة المغربية الشريفة إلى أقصاها. السلام عليكم، معكم دنيا كاكا، ممثلة المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات بجهة درعا تفيلات. جيت سعيدة اليوم في حضور البرنامج اللقاء الوطني للشبكة الوطنية لمؤسسة أنالاند، بحيث في هذا اللقاء ديال اليوم تطرق مسيو وديع عرض لنا النتائج ديال اللقاءات الجهوية للشبكة وقدم لنا بعض الآليات التواصل الجديدة والخاصة بالشبكة مثل لي ريزو سوسيو والسيت ويب. بسم الله الرحمن الرحيم، عصام خيف الله، عضو لجنة القيادة بالشبكة المغربية مؤسسة أناني. بالنسبة لهذا اللقاء كيندرج في إطار يعني اللقاءات اللي ستنظمها الشبكة المغربية مؤسسة أناني، والهدف منها هو العملية التواصلية مع الجمعيات العضوة داخل يعني المملكة المغربية. هذا اللقاء هذا اللي مقسم الى قسمين، القسم الاول اللي كان فيه عرض ديال النتائج ديال اللقاءات الجهويه، من بعدها كانت العمليه يعني الوثيقه ديال الاليه ديال التواصل ديال الشبكه مع الاعضاء، والمساله الثالثه اللي كانت هي يعني الافاق المستقبليه ولا البرنامج المستقبلي او العملي ديال الشبكه ديال اناري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.